وبيض الله وجيهم جميعا. أما قبيلة عنزة بيض الله وجيهم من بداية الحادثة ومتواصلين معنا مشايخهم، وكانوا جادين في السعي والوساطة إلى أن انتهت بفضل الله بالتنازل لوجه الله. الأمر الثاني أشكر حكومتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأمير المنطقة الشرقية ونائبة ورئيس اللجنة للإصلاح بالمنطقة الشرقية وجميع من ساهم في موضوع الابن عبد الله بن عايض، الله يحفظه وبيض وجيههم وجمل حالهم. أشكر سناب قحطان المشارك في جميع قضايا قحطان سواء نفراح أو أتراح، بيض الله وجيههم وجمل الله حالهم والله يحفظهم ولا يهينهم والله يعطيك العافية. ونشكر وصولك إلى عندنا هنا في دار الملاحظة وزيارتك الابن و